أهلا أهلا، وصفة سلطة جدا جدا لذيذة بتدمنونها متأكدة. يلا مع بعض نبدأ. أول شي شفتوني بشرت حبة بطاطس والكمية لكم الخيار، حطيت عليها موية باردة وثلج، بصفيها ونروح نقليها. صفيت البطاطس من الموية تماما، أحطها الحين بزيت غزير وحار وأقلي. على بال ما ينقلي البطاطس نجي هنا نسوي الصوص. عندي عصير الليمون، زيت الزيتون، الكمية طبعا على حسب كمية السلطة اللي أنتم تسوون. عندي هنا كمية من المايونيز، كمية من اللبنة، ملعقة صغيرة من المسترد، فص ثوم مهروس. نترك الصوص على جنب ونيجي لمكونات السلطة حقتنا. شرايح خس والجزر، وعندي الكرنب البنفسجي والكرنب الأخضر، مدري وراه صار أبيض يوم انبشر. عندي هنا دجاج مسلوق ومنتف وخيار. خلطت الصوص وطلعت البطاطس، أبيه يبرد بس شوي، راح أضيف الصوص ونزله بالكامل، وبعدها نحركه ونضبط. سلطة بصحن التقديم، ويبي يكون على الوجه البطاطس اللي قلينا شرايح بهالشكل، وآخر إضافة يكون شرايح، بسم الله الرحمن الرحيم، بيكون شرايح اللوز المقلية. ما راح أعيد. راهن انها من ألذ 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 السلطات. جربوها ودعوا لي. تهبل تهبل.